المدنية عقب تجدد تظاهرات الاحتجاج لليوم الثالث على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط حالة من الغضب من رفع الدعم عن الوقود. وقال شهود وناشطون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين، وأشعل متظاهرون النار في مبنى جامعي وعدة محطات بنزين، كما أغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا يؤدي للمطار. ودفعت السلطات بتعزيزات من رجال الأمن إلى وسط العاصمة، ويرتدي بعضهم ملابس مدنية ومسلحين ببنادق وعروات، بينما تمركز أفراد من الشرطة على أسطح المباني الحكومية. وقال شاهد إن السلطات اعتقلت نحو 20 محتجا، وتعذر في الخرطوم الدخول إلى شبكة الإنترنت التي شهدت انقطاعا لهذه الخدمة، وقررت السلطات إقفال المدارس في الخرطوم حتى 30 من هذا الشهر. نحن نعلم مسبقا أن هذه الإصلاحات وهذه الجراحات التي قمنا بها للإقتصاد سوف تأثر على بعض الناس ويحتج بعض الناس، ومن حقهم أن يحتجوا، ولكن في النهاية معظم الشعب السوداني متفهم للدواعي التي أدت لهذه الإصلاحات. إذن كما ذكرنا، أشعلت أسعار الوقود بعد رفعها إلى ضعف جالون البنزين من 2